السلطة اليوناني. احنا معانا خس كابوتشا، خيار، طماطم، ممكن طماطم عادية او شيري توميتوز حسب الموجود، بصل احمر متقطع، وفلفل رومي، والوان طبعا منه لو يعني عايزين طبق ملون يكون احسن. معانا كمان افوكادو مقطع، من الحاجات الافوكادو اللي مليانة دهون هايلة للجسم الغير مشبعة. معانا كمان زيتون اسود شرايح، جبنة بيتا مكعبات، ومعانا فتنس توستيز. للصوص معانا عصير ليمون وزيت زيتون، ملح وفلفل اسود. تمام، احنا دلوقتي عندنا العصير الليمون، بننزل بالزيت الزيتون وبنخلط كله مع بعض. هنزل فيه بقى الملح والفلفل، وتجانس بقى كريمي كده، ملح والفلفل. تمام، نبتدي ناخد بقى. ليه بيبقى كريمي كده؟ عشان نسبة الزيوت قدام الحامضي، الحاجة الحامضية بتبقى بشكل مظبوط، بحيث ان هو يربط نفسه، يعني يربطوا نفسهم ببعض ويعملوا صوص الكريمي دوت. لو نسبة الحامض قليلة قوي، لا بيفضل الزيت برضو عايم فوق. طيب، ننزل بقى الخس. طبعا الخس من الحاجات اللي تعتبر قليلة السعرات جدا، هي تعتبر ألياف ومية بس، مفيهاش أي سعرات تقريبا. يعني خلوها دايما معاكم في اليوم، بتمد الجسم كمان بالمية اللازمة، لأن كتير ما بيحبوش يقعدوا يشربوا وبيكسلوا. المية دي قد ايه مهمة، بتغسل الجسم والكلى، مهمة جدا جدا جدا، مينفعش نستغنى عنها. في الجزء انا هحط دلوقتي الخيار، وفي جزء هحط الافوكادو، نحطه قصاده عشان ما يبقاش حاجه خضراء قصاد حاجه خضراء. افوكادو للاسف طبعا لما بيقعد شويه بيسود معانا، فلازم ان احنا على طول نستعمله، ما نستناش عليه. تمام، ونحط بعد كده الفلفل الالوان، مهم على كل سفرة يبقى فيه سلطة، مهم تعودوا ولادكوا على السلطات عشان يحبوها ويدوروا عليها. هنا عندنا الشيري توميتوز، هنخش بعد كده هنا بالبصل، هو طبعا يفضل يبقى يعني متقطع ارفع شوية. وهنا ننزل بالزيتون، وننزل بالجبنة برضو، نجيب بس حاجة ننزل بيها. الجبنة الحقيقة انا هنزلها على، يعني مش هنزلها في حتة معينة، هنزلها على كله. الصوص واخر حاجه هننزل بيها فيتنس توستيز. بصوا، هننزل بقى بالصوص كده، بس قبل التقديم بقى على طول، وننزل بقى بفيتنس توستيز الاحمر المره دي، هننزل بيه في النص هنا. او في طريقه تانية انه بيتعمل في الاطراف برضو كده في الطرفين، بس انا حاسه ان هو في النص بقى كده بصراحه، هنا هتبقى في الحاله دي احلى. شايفين طبق غني جدا، يعني اللي يعني يا بخت فعلا اللي يحب السلطه دايما، ده بتبقى حياته فعلا يعني صحيه واحسن كتير عن دايما اللي بيجروا على الفاست فود وكده. خلاص، انتوا لاحظوا الناس اللي عايشه شكلها صحي كده وشكلها ما بيكبرش سنا ونشاط وكده، ركزوا في اكلهم، هتلاقوا دايما اكلهم بيحبوا دايما حاجات طبيعيه.